مشاهدينا مكملين باخر فقرات صباحنا غيره بعد الانجاز الطبي اللي حكينا عنه قبل الموجز، انجاز رياضي جديد. شو هو فرح؟ اكيد زينب عم نحكي عن طفله جدا مميزه، او خلينا نقول شابه جدا مميزه، ورح نحكي اليوم عن جرعه بتحمل مع نفس رياضي عالي من عالم رياضه السباحه اللي بتعتبر من اشهر الرياضات اكثر ممارسه من قبل الشباب والشابات والرياضيين. رح نبتدي اكثر مع اسم سوري حقق مشاركات ومراكز اولى محليه وخارجيه واسعه برياضه السباحه. الطفله انانا سليمان حققت المراكز الاولى ببطولات الجمهوريه وحطمت الأرقام القياسية بمشاركات وبطولات أندية خارجية. لنحكي أكثر عن الطفلة إنانا سليمان ومشاركاتها، بيسعدنا نرحب فيها ومنرحب بالكوتش حسام سلوم مدرب سباحة. صباح الخير. صباح الخير. ومبروك صباح الإنجاز الخير. الرياضي. الله يبارك. صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني جايبتي لنا كل هدول معك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. رح نبدا من عندك كوتش ونحكي اليوم عن اهميه انه نبدا مع الطفل من هو وصغير لحتى فعلا لما يصير ناشئ او بالغ يكون فعلا مميز بمجال السباحه وقادر يحقق مشاركات عالميه، وقد ايه هالشيء فعلا انطبق على انانا. هلا طبعا هو التعليم من الصغر افضل يعني، ولانه السباحه بشكل مستمر بدنا التزام يومي، يعني مثلا مثل انانا يوميا عندها ساعتين من 6 سنين لهلا، احيانا بيكون عندها تمرينين الصبح، تمرين الصبح وتمرين المساء، يعني هذا اجباري بده يبلش من الصغر. بعدين الفئات العمريه اليوم صار عندنا ارقام كثير كثير ممتازه، يعني باعمار ال9 سنين عم يجي، يعني صار عندنا مثلا 29 او 30 بال50 متر حره، فهذا الكلام ما كان موجود بالاول. فاجباري هلا بده يبلش بالفئات العمريه من الصفر. وانانا طبعا صار لها 6 سنين او 7 سنين تقريبا يوميا بين دراسه بين سباحه بين كليات، وهذا عندها اصرار واراده. ان انا اول شيء بدي ارجع اقول لك مبروك على الانجاز الرياضي اللي حققتيه بالسباحه. خلينا نحكي كيف بلشتي وكيف هيك تدرجتي خطوه بخطوه لحتى وصلتي لهي المرحله اللي فعلا عم تاخذي فيها ميداليات وشهادات وجوائز، وشو بتعني لك؟ طبعا هذا كله بفضل ماما، هي السباحة العالمية لبنى معلا، فهي كتير بتحب السباحة، فأنا من أول ما خلقت أنا بالمي، حبيت هي يكون أنا بطلة السباحة وتعلمني السباحة، فأنا بلشت من تحضيري تقريبا وضليت لهلأ يوميا عم اتمرن منيح، ويعني انه عندي اصرار واراده قدرت اوصل للي بدي اياه وقدرت اخذ المراكز الاولى بالبطولات. نعم. كل يوم قد ايه بتتدربي؟ هلا كل يوم تقريبا ساعتين بحدود 5 كيلو 6 كيلو. بس كثير قليل. انانا يعني نحن كثير مبسوطين انك ضيفتنا لليوم وعم نشوف هي الميداليات الكثيره والانجازات الكثيره. احكي لنا اول شيء عن هي الميداليات، شو هي البطولات يلي شاركتي فيها؟ طبعا في الاولمبياد الوطني السوري، وفي البطولات الجمهوريه، وفي مثلا اختبارات صغيره هيك بتكون يعني انه على مستوى عنا دمشق، وفي منهم على مستوى كل المحافظات. نعم. فتقريبا كل هدول الميداليات ذهب، يعني تقريبا كلياتهم بالمراكز الاولى. كلهم ذهبيات. حطمت الارقام القياسيه بدمشق بالسباحه واخذتي عنا شهادات تقديريه كمان غير الميداليات، كان في عندك شيء معنوي كمان تحتفظي فيه وتورجيه بكره لرفقاتك، يمكن حتى تفتخري فيه ايضا قدام اهلك، فنحكي عنهم كمان انانا. تقريبا هدول يعني مرات بيوزعون لحالهم مرات بيوزعون مع الميداليات، هدول يعني مثل كانه هيك شيء معنوي بسيط بخليكي تتذكري انه هذيك البطوله اللي جبتي فيها مراكز اولى. وشو حسيتي لما حصلتي على هذا الانجاز الرياضي؟ اكيد حسيت بالفخر، انبسطت من حالي انه انا يعني بعد كل هالتعب طلع بايدي شيء، بعد على هالعمر الصغير يعني حاصله على جوائز مهمه. اكيد حصلت على جوائز مهمه، وان شاء الله كمان نرفع علم سوريا. انانا ما بدنا نحكي انه مشاركاتك بس بالشام، كمان بلبنان قدرتي تحققي فوز كثير مهم، احكي لنا عنه. طبعا وقت سافرنا على لبنان شكلنا فريق تتابع، انا بدي اسبح بالبحر وفي كمان معي بنت دراجات وبنت جري، فنحن فريقنا جاب المركز الاول. نعم. طيب كوتش خلينا نحكي شوي كمان، حضرتك كمان مشرفة على إنانا، كمان قد ايه حلو لما انت تكون فعلا عندك صبية عندها إرادة وتصميم لتعمل شيء، وخاصة بسباحة هي الرياضة اللي كتير مهمة بسوريا، وخاصة لا عم نشهد كتير بطولات عالمية، كانت كمان بيان جمعة وأيضا فراس معلا. خلينا نحكي قد ايه مهم اليوم تعليم فعلا وصقل المواهب السورية الصغيرة بعمر صغير. هلا نحن اهم شغله انه نحن بهي الازمه تحديدا
لما عم يطلع مثلا مثل انانه عم نشوف هي النتائج، عم نشوف هي الامور، فهي هذا لحاله انجاز يعني، لانه مثل ما نكون شايفين ما عندنا المشاركات الخارجيه الكثيره وما في، بس انانه بصراحه مختلفه كليا عن اغلبيه العالم لانه عندها اراده، يعني هي انانه بالتمرين انسانه مختلفه كليا عن ارض الواقع، يعني بتشوفي انانه هون ولكن بالتمرين شيء مختلف كليا، يعني لما بتعطيها التمرين بتنزل يعني بتعطيكي كل اللي انت بدك اياه، يعني إنسان إن شاء الله بإذن الله راح تكون لقدام إلى شيء كثير كبير. حلو. إيه طبعا عندها حب يعني للسباحة. يمكن إن أنا مسكت ميدالية طلعت لي لعيونك يا شام، هاي الميدالية هاي بالأولمبياد الوطني السوري، بطولة الأولمبياد الوطني السوري. كمان يعني لكل ميدالية زينب عم بتكون حكاية معينة. ما فينا نحن هلا هي لعيونك يا شام، هي الدورة دورة دمشق كانت تحت عنوان لعيونك يا شام، هو الأولمبياد الوطني للناشئين. هي لكل المحافظات السورية، يعني كل محافظة بتجيب هذول الأولاد، أما تبع دمشق خاصين بدمشق. نعم. يعني كوتش أول ما بدينا الحديث، أول ما قالت إنانا كلمة إنه أنا بنت السباحة العالمية لبنى معلف، فعلا هذا الشيء كتير بيساهم إنه يثقل موهبته ويشجعها، إن ما إن قلنا مو بأرض الحدث، إن كان بتشجيع المعنوي لإنانا. فقد إيه بتشوف فعلا لما بيكون في عائلة رياضية من أسرة معلف اللي هي فعلا معروفة وساهمت بصقل كتير من مواهب الشباب وحس وفعلا جوائز عالمية، قد ايه بتشوف هذا الشيء فعلا بيساهم ان كان بنجاح انانا او باقي الشباب؟ هلا اول شغله المدام لبنى مختلفه كليا، يعني نانا بتسبح مثل ما بتسبح المدام لبنى، يعني نفس عند المدام لبنى يوميا ساعتين سباحه مثلا، الاستاذ فراس عنده الصبح المساء يعني. نعم. فاجباري هي بدها تكون نفس يعني انه امي عم تسبح ساعتين انا ما اسبح مثلا، انه امي عم تتمرن انا ما اتمرن، بدي اتمرن بدي احاول تسبح كذا. اوقات او يصير في منافسه بضل هذا يعني في تحدي هيك بينه وبين. طب انانا ببطولات الانديه كمان شاركتي كمان ببطوله نادي الجيش؟ ايه. خلينا نحكي عنها لهي البطوله كمان، لانه اغلب كمان الاولاد بعمر صغير بفوتوا يمكن على نادي الجيش ليتعلموا كمان السباحه. هلا طبعا هو نادي الجيش كثير بيهتم بالسباحين، وقت شاركت ببطوله الجمهوريه كنت انا ومجموعه من رفقاتي من السبيل لنادي الجيش والباقي كلياته دمشق. طبعا الجيش بس لانه فيه شويه يعني ناقصه شويه عدد قليل ما قدرنا نجيب المركز الاول، بس يعني ما كان الفرق كثير بسيط، وكلياتنا اللي بنادي الجيش كلياتنا ابطال ويعني مراكز اولى كلياتها جبناها. طبعا نادي جيش كتير بيهتم بالسباحين يعني معنويا وماديا يعني كتير بيهتم فيهم. نعم. كمان خلينا نحكي عن بطولة الجمهورية للفئات العمرية اللي كان يوم الجمعة وبمشاركة العديد من المحافظات، خبرنا يمكن كيف كان التنسيق وكيف كانت المنافسة بيناتهم. هلا نحن نزلنا باسم نادي الجيش، طبعا نحن ما كنا مكتفيين مثلا مثل الناشئات مثل إنانا، نحن ما كان عندنا اربع لاعبات لحتى نفوت فيهم بالتتابع، فهذا الكلام اثر علينا كترتيب النقاط لانه هي البطوله هي بطوله نقاط. مثلا الناشئين كان مستوى الاولاد عندنا كثير ممتاز يعني وحققوا كثير، طبعا نحن الاولاد إنانا والاطفال اللي شاركوا كسباقات كل سباق يجيبوا فيه اول يعني، فبس طلعنا مركز ثاني بعدد النقاط، عدد نقاط السباحين يعني بيتاخذ. فبس كانت هي البطوله كثير رائعه وكثير ممتازه وقويه يعني، وبينت انه في فئات عمريه كثير ممتازه، يعني عندك اطفال كثير فاجئونا بمستويات كثير عاليه يعني، وبينوا انه ان شاء الله على الطريق الصحيح باذن الله. ان شاء الله اكيد. انانا خلينا نحكي عن المشاركات الخارجيه كمان اللي شاركتي فيها مو بس بسوريا. هلا انا اول بطوله شاركتها ما صار لفتره اسبوع كانت بلبنان، هي اول بطوله خارجيه لي. اول بطوله طبعا انا ما كنت متوتره ابدا ولا خايفه، انه انا واثقه من حالي، هي اهم شغله، العامل النفسي اهم من كل شيء. طلعنا وشاركنا وجبنا المركز الاول، وهلا عم حضر لبطوله بشهر 12 بايران، وان شاء الله بجيب فيها مراكز اولى. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يا انانا ناطرين هذا الشيء. كمان خلينا نحكي عن كمان وقوف اهلك لجنبك، دعم رفقاتك كمان لما يشوفوك عم تاخذي هالميداليات وهالشهادات، وانت قد صار عليكي مسؤوليه لما هيك حسيتي حالك انك عم تنجزي شيء؟
هلا طبعا اهم شيء يعني مثل ما قلت لك هو العامل النفسي. فعائلتي ابدا ما تركتني ودائما كانت باصعب اللحظات معي، يعني حتى مثلا بغياب ماما وقتها تسافر مشرفه على البطولات، خالتي واهلي كلياتهم كانوا يدعموني ويساعدوني وما يخلوني اطلع. ليكن عم يدعموكي حتى ورا الكواليس. اكيد خالتي اللي ساره معلا هي يعني اكثر وحده بتدعمني بغياب ماما. وطبعا يعني رفقاتي، يعني نحن كتير رفقات وبيفرحوا لي وقت أعمل هاي الإنجازات وبيدعموني معنويا قبل ما أنزل شارك بأي سباق. نعم، يعني كوتش بمنحة تاني دائما بيقولوا إنه هي الرياضة بتحرك كل عضلة من عضلات الجسم بوقت واحد، فهي من أفضل وأروع الرياضات فعلا اللي ممكن إحنا نبلش فيها مع الأطفال الصغار ونكمل معهم لحتى يكبروا. فاليوم قد بتنصح يمكن كل الأهل إنه يبلشوا بهي الرياضة مع أطفالهم من سن صغيرة وفعلا يكملوا معهم لحتى يمكن ما ينسوا ما تطلع منهم هي الموهبة؟ هلا نحن بالمدارس الصيفية صرنا نرتاح من شغلة هي الثقافة، ثقافة السباحة بلشت تنتشر بشكل أوسع. يعني أول شيء مثلا بنقول للأهل جيبوا ابنك قديش عمره، مثلا بيقول لك 3 سنين جيبوا ليتعلم. لا ما بجيبه، صغير لسه صغير ليصير 6 7 سنين. هلا هذا الكلام هلا صارت العالم مختلفة كليا، يعني بثلاث سنين الولد عم يسبح. يعني عندنا اطفال مثل سما، سيرينا، محمد، يعني عندنا اطفال كثيره من 3 سنين اليوم 5 سنين شاركوا بالبطولات، شاركوا ببطوله الجمهوريه اللي صارت باعمار 5 سنين و6 سنين هن، وجابوا مراكز ومن احلى ما يكون. فهذا الكلام كله يعني انه من الفئات العمريه الصغيره المفروض انه نبلش من الاعمار 3 سنين، لانه هو مدرك لكل شيء، عم ناخده على الروضه، عم نجيبه، عم نحفظه انجليزي، عم نحفظه، عم يمكن عضلاته قليه يعني وقادر انه يتعلم اكثر من وما عنده الخوف، يعني لسه ما بيعرف شو هذا الخوف، الخوف بالمي شو هو، فشو ما بتقولي له راح يمشي معك. ويمكن التعلم بعمر صغير يمكن بيعلم اكثر بالولد، بيتعلم بسرعه، مخه نظيف لسه، شو ما بتعطيه فورا راح ياخذ. يعني انانا بالختام شو بتحبي تقولي لكل الصبايا والشباب اللي عندهم موهبه السباحه من خلال تجربتك وارادتك على الفوز والنجاح وتعملي بصمه بعالم السباحه وتطلعي لطبعا امك والدتك، وشو بتقولي لاهلك اليوم انه انا اليوم عندي مسؤوليه وان شاء الله رح اعملها؟ طبعا انا بوجه لكل المشاهدين اللي عم يتابعوني هلا، يلي بيمارسوا سباحه واللي ما بيمارسوا سباحه، يعني السباحه كثير مهمه وهي يعني تقريبا احسن رياضه، وهي رياضه بشكل عام غير السباحه كثير مفيده، هي ثقافه واسلوب حياه. فانا بتمنى من كل العالم اللي عم تشوفني هلا يعني انه تحاول تعلم لاولادها السباحه، لانه السباحه عن جد رياضه حلوه وممتعه وبتجنن، وانه هيك تحسسك بانك عن جد رياضيه ومفتخره بحالك. وطبعا انا بحب اشكر ماما اللي هي فضل انا وصلت لهون، لولاها ما كنت انا تعلمت السباحه وما كنت صرت يعني بهي المرحله بهي النقطه. وبتشكر عائلتي كلياتها، وبتشكر مدربي الاستاذ ايمن يلي ما تركني ولا لحظه، عم يأشرف علينا ويدربنا، وطبعا الاستاذ حسام من وقت ما كنت صغيره هو معي وعم يعلمني. وبتشكر الاستاذ فراس معلا، طبعا هو بيدعمنا معنويا وهو رئيس اتحاد السباحه بيهتم فينا كثير. وبتشكر سياده اللواء موفق جمعه رئيس الاتحاد الرياضي العام يلي هو عم يدعم الرياضيين كلياتهم. نسيتي حدا؟ لا تمام. انانا نحن كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، نتشكر هي الروح الحلوه مو بس الانجازات ولكن فعلا بالحياه انت حدا فعلا مميز، فكثير بدنا نشكر وجودك معنا، بنتمنى لك دائما المراتب الاولى. كوتش شكرا كثير انك كنت موجود معنا ولاعتنائك بانانا وبكافه الاطفال، شكرا لك. شكرا لوجودكم معنا، وان شاء الله يا انانا هالاسم ما ينمحى من الذاكره ويحرز ميداليات وبطولات بالمستقبل القريب. شكرا لوجودكم معنا واهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.